القطايف في البيت. كل سنة وانتو طيبين. هنعمل مع بعض عجينة القطايف في البيت، سهلة جدا وأحلى بكتير من برا. رمضان بقى والقطايف حاجة فظيعة، بصوا خطيرة بجد وسهلة جدا. مكوناتها موجودة عندنا في البيت. ضروري أهم حاجة نعملها الشربات أو العسل بتاع القطايف، عشان لازم يسقع في التلاجة. هجيب حلة على النار، هحط فيها 4 كوبايات سكر، يعني كيلو سكر، عليه 4 كوبايات مية، وهدوب السكر وأقلب كويس جدا واسيبه يغلي 10 دقايق. بعد كده هحط معلقة صغيرة من الفانيليا ونص عصير ليمونة واسيبه يغلي كمان 5 دقايق، وهطفي النار وهسيبه يبرد خالص وادخله التلاجة. عجينة القطايف 2 كوباية من المية الدافية في الخلاط، معلقة صغيرة مليانة من السكر ومن الخميرة، معلقة كبيرة لبن بودرة، 2 كوباية من الدقيق، ورشة ملح، وهنضربهم في الخلاط. هيعملوا معانا عجينة كده سايلة زي ما انتوا شايفين، رهيبة. هي دي كده عجينة القطايف. ضروري تخمر طبعا، هسيبها متغطية واسيبها ساعة كده لغاية لما نلاقيها عملت فوم زي ما انتوا شايفين. هي كده خلاص اتخمرت. طاسة بقى سخنة جدا على النار، والنار تكون هادية، والطاسة طبعا ما بتلزقش. هحط بالكبشة الصغيرة كده عجينة القطايف، وهتلاقوها عملت فقاقيع لغاية لما شكل العجين اللي عند الفقاقيع ده يختفي تماما. بصوا القطايف دي عاملة ازاي. اول ما يختفي خالص لون العجين من فوق، يبقى هي كده استوت وهيلة. هشيلها على طول واكمل باقي العجين لغاية لما اخلص كمية القطايف كلها. بصوا شوفوا سهلة ازاي، يعني بسيطة جدا. يا سلام، هو مين يا ولاد اللي عامل القطايف الخطيرة دي يا جماعة؟ هنحشيها بقى. انا حشيتها مكسرات، طحنت فستق على عين جمل، وفي طبق تاني زبيب وجوز هند، ومعلقتين كبار سكر، وقلبت الحاجات دي على بعضهم كده وهحشي بيهم القطايف. جبت واحدة قطفايايا كده وهقفلها بقى كويس، هتبت عليها جامد. وفي شكل كمان كده لطيف، هحط الحشوة واقفله بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين، يعني شكل جديد كده ومختلف من القطايف، هيعمل قلق برضو. وبرضو ممكن نعمل شكل اسطوانة كده، وهنحمرها كده علشان نحشيها بعد ما تتحمر كريم شانتيه. دول الـ3 أشكال اللي عملناهم. نروح بقى على النار في زيت سخن ونار متوسطة، وجنبي العسل أو الشربات بتاع القطايف السائع جدا. هحمر القطايف لغاية لما تاخد لون حلو، زي ما قلتلكوا لازم تتبيتي عليها كويس عشان ما تفتحش. أول ما تاخد لون حلو بشيلها على طول، بصفيها كده واقوم منزلاها على طول في الايه، في الشربات السائع. ما بسيبهاش بقى كتير في الشربات علشان ما تطراش، يدوبك بحطها وارفعها تاني من الشربات على طول في مصفى علشان تنزل اي شربات زيادة فيها. يعني اول ما خلصت تحمير الطاسة الاولانية وحطيتها في الشربات، شلته على طول بسرعة علشان تفضل مقرمشة وتتصفى بقى. هنحمر الشكل ده كمان، بيبقى لطيف جدا لغاية لما ياخد لون حلو. وهنعمل نفس الحكاية، وده برضو ظريف قوي قوي قوي، هيتحمر. ممكن بقى ما تحطيهوش في الشربات، ممكن تبقي تحطي له بقى الشربات او العسل الابيض في الاخر بعد ما نحط له الكريم شانتيه زي ما هنشوف دلوقتي. انا ما حطيتوش في الشربات، سبته بس يتصفى من الزيت وحشيته كريم شانتيه. طبعا لازم يبرد قبل ما احط له الكريم شانتيه، هايل كده. وممكن كمان اغطسه كده في شويه فستق، هيبقى برده شكله حلو. وحطيت عليه بقى ايه من الشربات
من فوق بيبقى احلى بكتير، بالذات الشكل ده بتاع الكريم شانتيه ده بيبقى فظيع. بصوا اصلا شكله يجنن. والقطايف الحلوه بتاعتنا ديت رشيت عليها شويه فستق، لذيذه بشكل مش قادره اقول لكم لذيذه قد ايه. والشكل ده كمان جديد خالص ولطيف، يعني كده مختلف. يا سلام، رمضان جه يا ولاد. اه والله. بصوا بقى مقرمشه وتجنن. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. وكل سنه وانتم طيبين. كنت معاكم انا مروه الشافعي.